يعطيكم العافية. اليوم بدي أحكي لكم عن شخصية قابلتها في حياتي. كتير بنقابل شخصيات في حياتنا بتأثر فينا، وأحيانا بنقرأ عن شخصيات وبنتحدث عن عظماء مثل بيل جيتس وستيف جوبز ومحمد علي كلاي، نتعلم من حياتهم وخبراتهم، بعطونا موتيفيشن في حياتنا. في ناس كتير بنقابلهم موجودين حولنا قد يؤثروا في حياتنا. هاي قصة شخص طبيعي لكنه تحدى الصعاب. لم أرى في حياتي إلا مبتسم لا يعبس أبداً، لأنه يعرف أن الحياة قصيرة، وأينما كانت التحديات يجب أن نقابلها بإيجابية. هذا الشخص اسمه محمد علي، لا مش الملاكم محمد علي كلاي، هذا شاب سوري، هو فنان تشكيلي، هو ممرض، هو حلاق، هو لاجئ، هو أخ، هو أب، هو ابن، هو زوج، هو كان وما زال أخ لي، وأهمها هو إنسان. اضطر إلى اللجوء من سوريا إلى الأردن خوفا على عائلته من الحرب. عاش في مخيم الزعتري، وكلنا يعلم معنى العيش في خيمة لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف. لكنه تحدى نفسه أولا وتحدى العالم كاملا، وبدأ بريشته الصغيرة وبفنه يرسم لوحات حب ويشجع الأطفال في ذلك المخيم بالرسم، وتم جمع تبرعات من خلال هذه الرسمات لدعم مؤسسات خيرية محلية. تم اختياره للحضور إلى كندا كلاجئ، ومنذ قدومه إلى كندا وهو دائما يحاول أن يرسم صورة رائعة للاجئ السوري في كندا. فقد أقام عدة مشاريع مع مؤسسة البشرية من أجل السلام لدعم مؤسسات المجتمع المحلي وإظهار أننا كلاجئين لسنا أرقاما فقط، بل نحن جزء من هذا المجتمع ويمكننا التأثير والاندماج به. تم تكريمه من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي، وهو الآن يعمل حلاقا في محل في وسط العاصمة الكندية أوتوا. طبعا اليوم أنا بحكي عنه لأنه هاي إحلاءته، وحابب أورج الجميع أنامله الذهبية. أتمنى من الجميع دعمه والتعرف عليه، فكما العظماء بيل جيتس وستيف جوب ومحمد علي كلاي غيروا الكثير في حياة أشخاص كثيرين، لكن محمد علي أثر فيه كتير وكان له فعلا ثقل في كثير من الأمور اللي أنا سويتها في حياتي. لكن له مني كل الاحترام والتقدير، وأتمنى منكم جميعا إنكم تتعرفوا عليه. سأضع عنوان محل اللي بيشتغل فيه محمد في نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم، شكرا محمد.